الأسماء التي ستحضر في هذا الشوط الأول الذي سيكون فيه التنافس على سيارة قيمة لكسس فور ويل مقدمة للفائز بالمركز الأول. بسم الله وعلى بركة الله أيها المتابعون الأعزاء، انطلق الشوط الأول، أول أشواط هذا المساء في يوم سوف يكون يوما قويا، وسوف تتنافس فيه الشعارات، وسوف تتنافس فيه الأسماء القوية من أجل تحقيق المراد، من أجل الوصول إلى الناموس. اليوم هو يوم للناموس، ويوم غد يوم كبير، سوف نعيش معكم لحظات الترقب لذلك اليوم، بدءا من هذا اليوم عندما سنتابع هذا السن، سن الحيل وسن الزمول الذي سوف يكون قويا في موعده وفي لقائه، والتقاؤنا ايضا بالشعارات العملاقة الكبيرة مقدمة هذا الشوط. والمركز الاول نجلة هي من تحتل المركز الاول، هذه نجلة تنطلق في مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ سيد بن خليفة بن سيف آل نهيان، ويضمر نجلة سعيد بن مبارك الوهيبي المركز الثاني. الذهيبة تحتل المركز الثاني للسيد غلام بن موسى بن احمد البلوشي، ونقلتنا على المركز الثالث لأجد ولا من تقدم ولاءها للناموس في هذا التحدي، ولا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة احد العمالقة العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، واسمها شديدة 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 وهي شديدة. المركز الرابع أتابع هنا الانطلاق من قبل العنود ممثلة هجن العاصفة في هذا التحدي، هجن العاصفة المملوكة بطبيعة الحال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعملية التضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الخامس الشرود من تحت الخامس المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، تضمير مع الصادق فضل الأمين. ها هي نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بسيطرة نجلة العيون، بسيطرة نجلة التي تحتل المركز الأول، وبالتالي تعلن عن هذا التقدم الظبياني، هذا التقدم القادم من ميدان الوثبة إلى ميدان الشحانية من عاصمة الميادين في دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بشعار سموه الكريم كما نرحب بكل ضيوفنا الكرام. يضمر نجلة المتواجد دائما سعيد بن مبارك الوهيبي المركز الثاني. تذهب الذهيبة إلى مركز الوصافة، تحتل هذا المركز الممتاز مع غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. المركز الثالث، وين رايح يا البلوشي مع هذه الشعارات؟ أتمنى لك التوفيق ولكن صعبة، صعبة عليك يا البلوشي. المركز الثالث أتابع هنا العنود من تحتل المركز الثالث، وتنطلق العنود لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثالث شديدة تتسلل وتحتل الآن المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. التضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع الذهيبة غلام بن موسى بن احمد البلوشي، وخامسا تصل هنا وتنطلق الشرود لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والتضمير مع الصادق فضل الامين. ها هي نتيجتنا للمرة الثانية، اذعناها لنعود. الله يا نجلة ما زالت في المقدمة، ولكن أجد العنود تقترب، أجد ممثلة العاصمة تحت
تحتل المركز الثاني وتقترب من نجلة التي تسيطر على المركز الأول، تتسيد الموقف، وبالتالي هي تأتي الآن على قمة الهرم، على المكان المرتفع، على المكان العالي، على مكانة الشموخ. إذا النجلة في الصدارة والمركز الأول لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، متواجد مع نجلة، وهنا العنود العنود في المركز الثاني، وكلنا ننتظر ما سيقدمه هذا الشعار في يوم الغد في موعد الرموز في يوم السيوف. الله الله الله، هجن العاصفة تحضر في هذا اليوم من خلال انطلاقة العنود بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الكتبي، بينما العنابي يأتي في المركز الثالث وينطلق مع شديدة. هذا الشعار الشديد، هذا الشعار القوي الذي صار وجال مع الرموز وحقق الرموز. إذا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني كذلك ننتظره في يوم الغد في الموعد المنتظر، يضمر العشديدة. هناك العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز الرابع، وصل الذهبي، قدم لنا الوجبة. الله، قلت لكم شعارات كبيرة وعملاقة ننتظرها بفارغ الصبر. الوجبة إذن تتحرك على مستوى المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها العملاق، يضمرها البروفيسور، يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. يلا يا سالم، يلا يا سالم، بكرة بكرة أتمنى تكون سالم وغانم يا سالم. الله، صرح صرح لمجلة الأبرقة بأن السيف شحاني، سنتابع معك يا بن فاران ما ستقدمه ظن، ما ستقدمه الغارية أسباير وغيرها من الأسماء الكبيرة. المركز الخامس، الشروط تحتل خامس المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يضمرها الصادق فضل الأمين، ولكن هنا التسلل على المركز الخامس. دارت مذيار وتسللت مذيار إلى خامس المراكز ليأتي الدعم من شعار هجن العاصفة من خلال تسللي اسم جديد ينضاف إلى اسم العنود. مذيار إذن في خامس المراكز لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمضمر هو حمد بن راشد بن غدير الكتبي. نتيجتنا أدعناها مرة أخرى للمراكز الخمسة الأولى، والعنود غيرت، غيرت العنود هناك لتسرح وتمرح مع الصدارة في المركز الأول، تتمتع برفاهية الصدارة، تتمتع بهذه الامتيازات المقدمة دائما لمن تتسيد، لمن تتقدم. العنود العنود، معانده العنود وشعار العاصفة موجود مع العنود. المضمر حمد بن راشد بن غدير هو الساهر على رعاية وعناية العنود وأمثالها المملوكة لهجن العاصفة. المركز الثاني شديدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير. المركز الثالث نجلة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان هيان، المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. والوجبة، الوجبة الوجبة قادمة الوجبة، وبالتالي أرى فيها الإصرار، أرى فيها التقدم، أرى فيها البسالة، أرى فيها النية الواضحة على ناموس هذا الشوط. يضمر الوجبة الذهبي سالم بن فاران المري، وخامسا مذيار هناك مع المركز الخامس لهجن العاصفة، والمضمر هو حمد بن راشد بن غدير الكتبي، مضمر العاصفة. ما شاء الله، العاصفة إذن ما زالت تتقدم، ما زالت تؤمن هذا الشوط من خلال احتلال مليار للمركز الرابع، ومن خلال سيطرة العنود على المقدمة. العنود
العود والوجبة، الوجبة الوجبة الوجبة، أراها أراها تقلص الأمتار مترا تلو الآخر وكيلو متر على خط النهاية. الوجبة والعنود وشديدة أيضا في المركز الثالث، الوجبة تقترب تقترب من العنود، وبالتالي في لحظات التسلل، في لحظات التغيير، في لحظات الصدارة مع الوجبة، الوجبة غيرت وتسللت على حساب العنود لتخطف الأضواء، لتخطف الأجواء. الصدارة إذن هنا مع الوجبة، الوجبة تتحدث بأحرف الوجبة. يا سلام، شديدة شديدة وهي شديدة، الاسم شديد والاسم قوي والشعار أقوى، والمالك مميز والمضمر عملاق، وبالتالي تكتمل ملامح القوة في شديدة. المركز الثالث مذيار، ودارت مذيار، مذيار إذا في المركز الثالث لهجن العاصبة، والواثق حمد بن راشد بن غدير الكبي ينضم إلى القائمة، القائمة الثلاثية بصدارة الوجبة وانطلاقة شديدة في المركز الثاني، ومذيار في المركز الثالث. ثلاثة أسماء، ثلاثة شعارات كبيرة هنا نفخر بمتابعتها برؤيتها. وهذا هو الشوط الأول، هذا شوط سوف يعطي إشارات واضحة إلى ما ستكون عليه النتيجة ربما في يوم الغد. الكيلو الأخير بقيادة الوجبة، الله يا الوجبة والله يا شديدة، اتحرك الشديدة وانطلق الشديدة، العملاق 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 الوهيبي، عشرة على عشرة يا سلطان يا سلطان. ولكن سالم أيضا، سالم الذهبي بن هران مع الوجبة، ولكن شديدة سيطرت شديدة انطلقت شديدة إلى المركز الأول. بالفعل الشوط شوط شديد وشديدة مع الصدارة، الوجبة في المركز الثاني جميعها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. إذا هنا هنا شديدة مع المركز الأول، مع الصدارة دائما وأبدا، هذا الشعار. الله الله، تهانينا إذا نزفها من أعماقنا من هذه اللحظات إلى سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز شديدة والوجبة بالمركزين الأول والثاني. المنافسة ما بين الذهبي ما بين العملاق، سالم وسلطان، سلطان وسالم. الوجبة الوجبة الوجبة، الله يا الوجبة وسلام يا الوجبة، سلام على كل حال للوجبة، سواء فازت الوجبة أم فازت شديدة. تهانينا والناموس إذا على فوز شديدة والوجبة بالمركزين الأول والثاني، الوجبة في المركز الأول، شديدة في المركز الثاني. المركز الثالث كان من نصيب من جاءت في المركز الثالث. مشاهدينا الكرام، مذيار لهجن العاصفة، والمركز الرابع جاءت في المركز الرابع اللي هي هملولة لهجن الرياسة، والمركز الخامس كان من نصيب سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. إذا حفلنا الكريم متابعينا الأعزاء، هكذا تنافست الوجبة مع الشحانية على انتزاع ناموس هذا الشوط، ومن فاز بالمركز الأول في هذا الشوط هي الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الوجبة بالمركز الأول. وجاءني هذا النبأ الآن من المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، يؤكد لنا اعتزال الوجبة من ميادين سباقات الهجن، حيث قدمت الوجبة أداء راقيا على مدار السنوات الماضية وحصدت الرموز وفازت بكل ما يمكن أن تفوز به ذلول في ميادين السباقات. تهانينا إذن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الوجبة بالمركز الأول، والتهنئة للمضمر سالم بن فاران المري. أيضا نهني سعادة الشيخ على اعتزال الوجبة بعد
سنوات حافلة بالانتصارات. المركز الثاني شديدة، توقيت الزمن 12 دقيقة 24 ثانية 23 جزءا من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز شديدة بالمركز الثاني، والثانية للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما جاءت في المركز الثالث مذيار وتوقيت 12 دقيقة 36 ثانية 86 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهنئة